المشاهدين كنت بتسأل على ايه؟ مش فاكر. انت كنت بتقول لي دلوقتي نعرض ايه؟ كان نفسك في ايه؟ لا عشان دونا بحقق لك لا، ده انا أغنية. ده انا بس كل واحنا في البرنامج كل شويه لما نيجي نعرض لقطات، وفي الاخر ممكن ما نعرضش لقطات وما اجيبش سيرتها تاني. طيب ماشي، نشوف بقى اللقطات اللي هنعرضها فنيا لاحمد، ونشوف كده برضو الاء وجهة نظرها ايه في اللقطات دي فنيا. نبتدي منين؟ كنا بنتكلم على الاهلي بقى. الاهلي هيخوض مباراه صعبه مش سهله ابدا امام خصم يعني تفوق عليه قبل كده في بطوله افريقيا 2017 و2021 او 2022 سوري. فالحقيقه ان هو مباراه مش سهله، وصعوبتها كمان تكمن في ان المباراه الاولى على ارض الاهلي، لان الاهلي في مباراه الرجاء هو فاز، لكن الاهلي في بعض الاوقات كان تحس ان هو ما كانش واخد نفس الريتم اللي مثلا قدمه في مباراه الترجي. الاهلي كان افضل كتير في مباراه الترجي، قدم مباراه هايله في مباراه في تونس، لكن في المغرب الشوط الاول، قصدي في القاهره الشوط الاول قدام الرجاء ما كانش احسن حاجه. الاهلي عموما كفريق قوي، خط الوسط بتاع فريق قوي، لكن المركز رقم 8. خط الوسط بتاعكم ازاي؟ خط الوسط بتاعه قوي، لكن عنده هامش للتطور يا كابتن. يعني اذا كان مروان حمدي واحد من اللاعبين الممتازين جدا اللي هو في مركز 6، مروان عطيه اسف، مروان عطيه لعيب مميز جدا وبيتحكم في رتم الفريق. يعني مثلا لو بدانا اللقطات كده هتلاقي ان اصلا كان السوليه وديانج محاصرين دايما في النص، لكن مروان دايما هو اللي بيسير اللعب، ودايما الكره بتروح وتقوم راجعه له تاني، تروح تقوم راجعه له، تروح لديانج وتقوم راجعه لمروان تاني، مروان يتقدم مطلع الكره الخطوه اللي بعدها لمحمد هاني او لبيرستا. هو هنا بيلعب واحد من التمانيتين؟ هو سته، هو سته ارتكاز، التمانيتين هما السوليه وديانج، مش العكس. يعني ديانج ساعات بيلعب سته، حمدي بيلعب في الملعب لما حمدي، لا برضو مروان بيبقى سته طبعا. مروان مروان هنا بقى بعد كده هو اللي عمل التطور الهجمه، بص الكره بشكل ممتاز جدا محمد هاني، فتحرك بيرستاو، الكره اتزنقت في الجنب ده، ايه اللي حصل؟ برضو مروان هو اللي موجود عشان خاطر يتابع الكره ويسلم الكره الناحيه الثانيه. صحيح ما سلمهاش بشكل كويس، لكن شفت الهجمه بدات من هناك وانتهت هنا، وتقريبا تقريبا الرقمين 8 اللي هو السوليه وديانج ما شاركوش في الكوره. الحقيقه ان هو بيتحصر بشكل كبير، بحس ان هو الى حد ما بيعرفوش يخلوا نفسهم المساحه او يخرجوا. يعني بس على سبيل المثال السوليه المفروض يدي نفسه اختيار تمرير لعلي معلول، يظهر له اكتر من كده بدل ما تبقى التمريره فيها مخاطره في اللقطه اللي احنا شفناها هنا مثلا. فكره ان انا دايما اظهر لزمايلي مش عندهم بنفس الجوده، يعني تحس ان هم واحد فيهم اللي هو السوليه لما او حمدي فتحي لما يكون موجود انشغالهم ان هم يكونوا جوه منطقه الجزاء، ودي حاجه كويسه مش وحشه ابدا طبعا. ديانج بعيد عن القصه دي شويه، يعني هنا مثلا الكره اتقدمت تيانج ما شاركش في الكوره، بيرسي تاو خلاص خلص الكوره عن طريق الجناح. لكن مشكله اللقطه هنا او مشكله القصه بتاعت عند الاهلي هنا، ما هو انت في الاهلي في الاخر الاهلي وصل، بس المشكله ايه هنا؟ ان انا استهلكت عدد من اللعيبه في تطوير الهجمه بعيد عن اللعيبه رقم 8 اللي المفترض اصلا تطور الهجمه. يعني انا استهلكت بيرسي تاو هنا، استهلكت مثلا حسين الشحات في ان هو يسقط احيانا زي اللقطه دي مثلا، رغم ان هو المفترض عندي ثلاثه في خط النص هنا، عندك ثلاثه في خط النص اهو، حسين الشحات ليه بيسقط؟ عشان خاطر الثمانيه محاصرين. مفترض هنا مثلا ديانج بدل ما يجري لقدام يظهر يرجع لورا عشان خاطر يظهر لزميله، لكن الحقيقه ان الاهلي بيبدا يستهلك لعيب زي حسين الشحات في ادوار مفترض تكون عكسها، هو اللي يروح يستلم الكره في ظهر الدفاع، لان حسين الشحات مميز جدا في اللعب على الاطراف. حسين الشحات واحد من اللعيبه المميزه بالمناسبه، ولو جه وقت نتكلم عنه، انا بيعجبني في اللعيب اللي هو بصلته الجون. يعني الفارق بين حسين الشحات واحمد عبد القادر مثلا على سبيل المثال، ان حسين الشحات الكره جايه له انا فين الجون وانا رايح له، هتجي لي الكره ولا لا؟ مش هتجي لي الكره، عارف بنقول عليه ايه؟ بينه وبين الشبكه عمار. هو اللي بيحاول على الشبكه. هو مش يعني هو انا مثلا هنا كانت بوصلته انه يباصي على طول يمرر لقدام على طول. فحسين الشحات مميز في النقطه دي قوي، واستفاد كمان هو انا هنا مثلا هو فضل يتقل، عنده اختيارات تمرير، بس هو عارف ان في لحظه هتظهر للكوره ان انا هسدد، هو يمكن لازم يقوي رجله شويه بس، هي دي القصه شويه. بص هنا مثلا، بص راح الجون على طول يا كابتن، مش في ممكن احيانا يبقى في اختيار تمرير افضل، بس هو عارف ان طول ما الكوره تحت رجلي هي الكوره معايا، لكن انا بسيط في احتمال ان الكوره تتقطع. فحسين الشحات عنده الميزه دي. هو في الاول طبعا كان بيبدا مع كولر، كان بيبدا على اليمين بالمناسبه، لكن بعد كده لما نقل شمال. يتالق حسين الشحات في وجود مين في الملعب؟ يتالق في وجود بيرستاو طبعا، لانه بيفك عنه الجبهه الناحيه الثانيه. ومين تاني؟ مروان عطيه، لان مروان عطيه بيلعب كرات قطريه ممتازه جدا. بص هنا حسين الشحات برده، بس حسين الشحات بقى على اليمين، كانت الكوره دايما هو بيسدد تبقى في صعوبه شويه. بس هو افضل لقطات حسين الشحات في تالقه في وجود كهربا.
كهربا طبعا، بس انا بتكلم مين بيدي لحسين الشحات وراه؟ مروان عطيه ممتاز في الخطريات دي، ودي حاجه كويسه قوي عنده. اللي بيميز بقى حسين الشحات كمان يا كابتن ان هو استفاد من الجبهه اليسرى، انا بقول لك بصيت على الجون. فهو من اليمين احيانا بيسدد من وضعيه هو مخنوق شويه، لكن الجنب الشمال هو دايما هتلاقيه بقى ايه بيفكر يقطم ويمهد لنفسه الكوره، زي كوره الجون مثلا بتاع سان داونز على سبيل المثال، سد بشكل ممتاز جدا قدام الهلال. بص هنا مثلا على طول برده كان في اكتر من اختيار تمرير، مشي الصور على طول هتلاقي طبعا اللقطه دي قطريه زي ما قلنا، بفضل نفسه مساحه. هو هنا كان عنده اختيار يمرر، بس هو عارف في لحظه ان انا هتتكشف لي الزاويه، تقلع الكوره وخلى لعيب سان داونز ينزل رجله وقام شايط من زاويه قريبه. فهو حسين الشحات اللي يعني انا مش هشبهه لانه هو افضل جوده منه هو وليد سليمان، وليد سليمان كان عنده الخصله دي، فكره ان انا يا جماعه ممكن يكون عندي اختيار تمرير كويس مش بطال، بس انا لو مررت ممكن كره تقطع عقبال ما اللعيب يستلم، طب انا ممكن اتقل سنه على الكوره هيظهر لي التسديد خيار التسديد. وهو صح حسين الشحات رجله مش قويه، بس بيقرب نفسه من الجون بشكل كويس قوي. طبعا استفاد كمان على موضوع ان هو على الجبهه اليسرى في الاطعاب بتاعته دي، اطعاب في ظهر الدفاع دي، لكن برضو لما الكره دي اتمررت له هو ما سددهاش بافضل شيء رغم ان هو سجل، بس زي ما بقول لك على اختناقه بيبقى مخنوق شويه بالتسديد من الناحيه دي. الناحيه الثانيه تبقى الجبهه مفتوحه بالنسبه له بشكل كويس قوي، هو من اخطر لاعبي الاهلي في رأيي.